مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وبنتذكر دايما انه الحالات بتبقى قليله جدا اللي بتكون فيها سيده عضو في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في مصر او مسؤوله من المسؤولين عن كره القدم لامور كثيره جدا تتعلق بحجم الاهتمام النسائي بكره القدم او بعالم كره القدم، وده اتغير حديثا وبقى زاد بنسبه كبيره، لكن المواريث في مجتمعنا كانت بتقول ان حتى اهتمام النساء كان اكتر كتير برياضات اخرى بعيدا عن عالم كره القدم. عشان كده بيبقى امر يستحق وقفه لما نلاقي سيده موجوده وبتمثل الكيان الاكثر تاثيرا في عالم كره القدم في مصر او اللي بيدير منظومة كرة القدم في مصر. معانا ومعاكم في هذا اللقاء طبعا من أحدث الأعضاء المنضمين للاتحاد المصري لكرة القدم، مع النجم الكبير الكابتن أحمد شوبير الزميل والصديق العزيز والإعلامي الرياضي ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اللي بقدم له كل التهنئة وبتمنى له كل التوفيق في تجربته وليست الأولى في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة. انضمت ايضا ضيفتنا في هذه الفقره وفي هذا اللقاء في الاهلي الليله الدكتوره دينا الرفاعي، نجحت في الانتخابات التكميليه واصبحت واحده من اعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، بنتمنى لها أيضا كل التوفيق وإن شاء الله يكون لها بصمة وتأثير كبير وإضافة على الخبرات أو الكوادر الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم. دكتورة دينا أهلا بحضرتك. أهلا بك، سعداء بوجودك معنا وألف مبروك النجاح في الانتخابات. أنا أسعد طبعا وفرصة سعيدة أتواجد معاكم النهاردة والله يبارك في عمرك، ربنا يقدرك. دكتورة دينا، هنبدأ بتعريف سريع للسادة المشاهدين، من هي دكتورة دينا الرفاعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دينا الرفاعي هي دينا محمد عبد الحميد رفاعي، بنت فاقوس الشرقيه، حاصله على درجه الدكتوراه في فلسفه التربيه الرياضيه جامعه حلوان، ماجستير تربيه رياضيه. كنت اول رئيس مجلس اداره مركز شباب لمدينه فاقوس على مستوى الجمهوريه بانتخابات وتحت اشراف قضائي 2011. بعد كده كنت عضو منطقه الشرقيه لكره القدم، وحاليا عضو الاتحاد المصري لكره القدم ان شاء الله. طيب التجربه جت ازاي انك تهتمي بهذا النوع من العمل او هذا النوع من المسؤوليات، انك تصلي لتولي مهمه رئاسه مركز شباب في الاقاليم، هو مركز شباب فاقوس، ايه السبب؟ بصراحه بابا، يعني والدي له دور كبير جدا في الموضوع، هو رياضي وكروي من الدرجه الاولى، كان عندنا هو كان دايما في مجال الكوره ولعب الكوره وكده في مركز شباب فاقوس، فمن صغرنا احنا عارفين ده حياتنا، هو الكوره ماتشات كوره مرتبطين جدا بالمكان، يعني في مش الفه بقى تحس ان هو بيتنا، يعني في ماتشات في يروح يجيب لهم لبسي، عضو مجلس اداره بعد كده بقى رئيس مجلس اداره، فالموضوع بالنسبه له كان كيان مهم بالنسبه له يحافظ عليه جدا. كان ليه طبعا اعضاء في المجلس معاه بيهتموا بالموضوع، لحد ما انا يعني خلصت كليتي وخلصت الماجستير كده او دراسات العليا بتاعتي، فبعدين لقيت نفسي غصب عني كده ما كانش فيه ساعتها كوادر عايزه تدخل المجال ده، كان في توقيت صعب جدا 2011، ده صعب جدا جدا لو تفتكر. فتره كانت صعبه جدا طبعا، فتره كان فيها يعني حتى النشاط الرياضي كان اكتر نشاط متضرر بالظبط كده، وبالذات ان مركز شباب مشكلته كبيره جدا ان هو مسؤوليته تفريغ الطاقات فيها للشباب، فهو لازم يبقى موجود على طول حد مسؤول عنه ويهتم بيه عشان خاطر الشباب موجودين فيه. فساعتها بقى كلمت انا ووالدي فتناقشنا طب ايه ندخل الانتخابات، فدخلت الانتخابات وربنا كرمنا بنجاح، يعني برضو كان منقطع النظير طبعا، يرجع لسمعه والدي اللي قبلي طبعا، هو اللي كان ليه الفضل الاول علي عند ربنا، عنده خبرات اداريه وله شعبيته في المجال طبعا اكيد، يعني مما لا شك فيه، كنت لسه داخله المجال الجديد لكن اسمه كان هو الاول شفيع ليا في الموضوع دوت، وربنا كرمني بالنجاح. وبعد كده بقى قدرت اتعامل بقى مع الوسط ده وبقيت جواه العمل التطوعي والرياضي، وشفت مشاكل مراكز الشباب عامله ازاي، وكنت عضو جمعيه عموميه بروح الاتحاد واتقابل مع اعضاء مجلس الاداره واشوف الدنيا ماشيه ازاي، ايه المشاكل بتاعتنا وايه المشاكل اللي في الاتحاد. خلينا ناخد من التجربه دي يا دكتوره دينا نتعرف منها على شكل عام، مش بس مركز